السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البث خاص بشرح لاباج 62 الصفحة 62 من كتاب تلميذ للمستوى الرابع ابتدائي مون ليفغ دو فرونسي، درس لا غرامير بعنوان لو جونغ اي لو نومبغ. فقط قبل أن أبدأ بالنسبة لمن سألني عن لو جروب في الفيسبوك، هل لدي جروب في الفيسبوك؟ نعم، واسمه نفس اسم القناة، يعني فرونسي افيك لوبنا. الآن لنبدأ على بركة الله. إذا هنا لو جونغ اي لو نومبغ، جوبسيرف اي جو ديكوفغ، ألاحظ وأكتشف. سي لو مارياج دو باشير، إنه زفاف باشير. ملكة porte une jupe neuve. Malika tartadi tannoura jadida. Les invités sont dans la salle. يعني أن الضيوف هم في البهو أو في الغرفة أو في القاعة على حسب la salle. Ils prennent des boissons. يأخذون مشروبات أو يشربون العصائر. إذا السؤال الأول، je lis attentivement le texte، أقرأ بتمعن النص. Quels sont les mots qui accompagnent les noms؟ يعني ما هي الكلمات التي تصاحب الأسماء؟ سأخذ قلم رصاص. إذن هنا سنبحث أولا عن الأسماء. الأسماء هي مغياج، ثم جوب، جوب aussi est un nom، invité est un nom، salle est un nom، aussi boisson est un nom. السؤال، quels sont les mots qui accompagnent les noms؟ يعني ما هي الكلمات المرافقة لهذه الأسماء؟ إذن بالنسبة لمغياج، الكلمات أو الكلمة المرافقة لها هي لو مغياج. بالنسبة لجوب، اون جوب. انفيتي، لي زانفيتي. سال، لا سال. Boisson, des boissons. Iden, le mot mariage est-il masculin ou féminin? Iden, بالنسبة للاسم أو الكلمة، الاسم مارياج، هل هو masculin، هل هو مذكر أو féminin، مؤنث؟ بما أنه جاء مسبوقا بلو، إذن فهو مذكر، لأننا في الدرس السابق درسنا les articles وقلنا أن le نستعمله للمذكر المفرد. أيضا jupe مسبوقة ب une، إذا قلنا أن une تستعمل للمؤنث، يعني le féminin singulier المفرد. les قلنا أن les تستعمل للجمع، لا نفرق بين لو ماسكولين ولا لو فيمينين، يعني لا نفرق بين المذكر والمؤنث. هنا سال جاءت مسبوقة بلا، إذن فهذه الكلمة هي فيمينين، إتو فيمينين لأنها مسبوقة بلا، يعني لا تستعمل لفيمينين سنجولي، مؤنث مفرد. بواسون جاءت مسبوقة بدي، وقلنا أن دي سيت ان ارتيكل انديفيني، تعرفنا على ذلك في الدرس السابق، قلنا أن دي سيت ان ارتيكل انديفيني، يعني أداة نكرة وتستعمل للجمع بلوريال. دونك هنا قالوا لو مو مارياج، لو مو مارياج، كلمة mariage est-il masculin ou féminin؟ donc on a déjà répondu، on a dit qu'il est masculin. pourquoi؟
إذن لماذا pourquoi déjà on a répondu parce qu'il est précédé de l'article le لأنها جاءت مسبوقة ب le. الآن سؤال est le mot invité est-il singulier ou pluriel donc هنا le mot invité il est précédé de l'article les جاء مسبوقا ب les ولي تستعمل لي le pluriel للجمع لذلك ف invité c'est un nom au pluriel يعني انه اسم في الجمع donc pourquoi لماذا اجبنا على هذا السؤال قلنا لانه جاء مسبوقا ب les je retiens استخلص les noms précédés par un ou le sont au masculin يعني الأسماء المسبوقة ب أن أو لو هي أسماء تكون في المذكر masculin هو المذكر les noms précédés par une ou la sont au féminin يعني تكون في المؤنث التأنيث le ou la suivi d'un nom commençant par une voyelle ou un h muet s'écrit avec l apostrophe يعني ان الاسم اذا كان مذكر او مؤنث ولكن مبدوءا بفويل يعني حرف متحرك ف يعني نكتب امامه l apostrophe وشرحنا ذلك في الدرس السابق قلنا ان le اذا جاءت متبوعة بفويل أي فويل كيفما كانت القاعدة تقول أنه إذا التقى دو فويل نحذف ما سبق لذلك نحذف أ أو أ إذا كانت لا نحذف أ ونعوضها ب أبوستروف إكزامبل مثال لارب إذا لارب مبدوءة ب أش موي يعني أش غير منطوقة اصلا لو اش في الفرنسيه لا تنطق هناك فرق بين اش موي و اش اسبيري شرحت ذلك في القناه هناك درس يشرح ذلك في القناه الفرق هو ان اش موي يجري عليها ما يجري على لي فويل و اش اسبيري يجري عليها ما يجري على لي كونسون لذلك اش هنا هي موي و يعني القواعد التي تستعمل مع لي فويل تستعمل ايضا مع الاش موي الابوستروف تستعمل اذا كانت متبوعه بفويل اذا اش موي اصلا ايضا تستعمل معها نفس القاعده لذلك كتبنا الابوستروف لارب هو العشب لوليفيه شجره الزيتون نفس الشيء مبدوء بفويل لذلك كتبنا الابوستروف لاستراد يعني المنصة مبدوءة بفويل لذلك كتبنا الابوستروف ليكول مبدوءة بفويل إذا كتبنا الابوستروف لي نو بريسيدي لي نو بريسيدي بار لي او دي سون او بلوريال يعني الأسماء المبدوءة ب لي أو المبدوءة ب دي هي أسماء في الجمع. En général, les noms au pluriel prennent un S ou un X à la fin. يعني الكلمات أو الأسماء عندما تكون في الجمع تأخذ S أو X في الأخير. Je manipule et je réfléchis. استثمر ما تعلمته وأفكر. Je désigne par une croix le genre des noms suivants. يعني أعين بواسطة علامة croix نوع le genre نوع الكلمات التالية. عندما أقول le genre دائما عندما ترون كلمة le genre في la grammaire نقصد بها يعني يا إما masculin أو féminin
هذا معنى لو جونغ، يعني النوع الكلمة، هل هي مذكر أم هي مؤنث، ماسكولان أو فيمينا. هنا ديز اكزامبل، أمثلة لبعض الكلمات، وعلينا تحديد نوعها، هل هي ماسكولان أو فيمينا. نبدأ بالأولى، الكلمة الأولى لا ماريي، لا ماريي العروس. إذا لاحظوا معي، تبدأ بالارتيكل لا، الارتيكل ديفيني لا، إذا فيمينا، لأننا قلنا أن لا يستعمل في التأنيث. لاستخاد المنصة، نقول اون استخاد، إذا استخاد هي كلمة مؤنثة، سيت ان نو فيمينا، لذلك سنقوم ب انكوش لا كاس دو فيمينا. لو فيستيفال، المهرجان، مبدوء لي بريسيدي دو لارتيكل لو، لارتيكل ديفيني لو، اذن الي تو ماسكولان. هذا شرحناه في الدرس السابق، قلنا ان لو للتذكير ولا للتانيث. اون فيت، حفله، اون فيت الى Il est précédé, يعني ce nom est précédé de l'article indéfini une. Et donc une tu sais maloli tenit. Donc ce mot est un nom féminin. Un cavalier ferris. Il est précédé de l'article indéfini un. Ou un نعرفو نعلمو أنها un article indéfini masculin. لذلك فلو نو إتو ماسكولان. لا سيريموني، احتفال، إلي بريسيدي دو مو أو بيان دو لارتيكل ديفيني لا، إذن فهي أن نو أو فيمينان. لارتيست، لارتيست هنا نقول أن أرتيست ونقول أيضا أون أرتيست. دونك إذا اعتبرنا أن أن أرتيست، إذن سنقول ماسكولان. هنا ال أبوستروف كتبت بال أبوستروف لأنها جاءت متبوعة بفويل. الآن je mets une croix dans la case correspondante، يعني أضع علامة في الخانة المناسبة. لدينا أمثلة لبعض الكلمات، ثم علينا أن نحدد هل هي، إذا هذه الكلمات كلها أو سينغولي يعني في التذكير، في المفرد أو سينغولي يعني في المفرد. علينا أن نحدد لو جونغ، يعني هل هي مذكر ماسكولان أو مؤنث فيمينا. نبدأ بالكلمة الأولى la musique، الموسيقى، la musique. Donc كما ترون il est précédé، يعني ce mot est précédé de l'article défini là، donc c'est un nom qui est au féminin، لأن l'article là il est au féminin. Donc لذلك سنقوم بوضع علامة هنا. الآن l'artiste، l'artiste كما قلت لكم هذا الاسم يستعمل مع un ou ma une. إذا كان un artiste، إذن سنقوم بوضع علامة au masculin، يعني في التذكير. un jeune، un jeune، شاب، مبدوء بي un، يعني article indéfini du masculin، donc on va cocher la case du masculin. une cuisine، une cuisine، مطبخ، il est précédé de l'article indéfini une، donc on va cocher la case du féminin. ننتقل الى الصفحه الثانيه المواليه. je mets au pluriel en employant les ou des. اذا هنا بما انني ساستعمل les او des،
يعني أتحدث عن le pluriel الجمع. فقط لي هي جمع le وأيضا لا، يعني le إذا أردت أن أحولها للجمع سأقول لي، وأيضا لا إذا أردت أن أحولها للجمع سأقول لي، لأننا كما قلنا أن لي لا نميز بين التذكير والتأنيث. أيضا بالنسبة لي دي، بالنسبة لي دي إذا كان لدينا اسم مبدوء بأن وأريد أن أحول هذا الاسم إلى بلوريال أو بلوريال سأقول دي عوض أن، عوض أن. نفس الشيء مع أون، أون أيضا إذا كانت هناك كلمة مبدوءة بأون وأردت أن أحولها إلى الجمع أو بلوريال سوف أكتب دي عوض أون. إذا سنرى ذلك هنا في هذا المثال. Je mets au pluriel en employant les ou des. Une cérémonie. هنا قلنا أنها تبدأ ب une. إذن une عندما أريد أن أحولها إلى le pluriel تصبح des. لذلك سأكتب des cérémonies. إذا لاحظوا معي أن سيريموني هنا تنتهي بـ إيو. الأسماء في العادة إذا انتهت بـ إيو تكون أسماء مؤنثة، تكون أسماء فيمينان، دي نو فيمينان إذا كانت تنتهي بـ إيو. إذا الاسم إذا أردت أن أضعه أو بلوريال أضيف له كما قلنا في القاعدة أس أو إكس. إذن هنا هذه الكلمة تضاف لها S. Le mariage. Le mariage, c'est un nom précédé d'un article défini qui est le. Donc le, il désigne le masculin, كما قلنا يعني المذكر التذكير. Si je veux le transformer au pluriel, إذا أردت تحويله au pluriel, le, ça va changer bien sûr. Il va devenir les, يعني ستصبح les. Et mariage, il va prendre la marque du pluriel. يعني علامة الجمع. وعلامة الجمع كما قلنا يا إما S يا إما كتبت مارك مارياج. مارياج قلنا أنها تأخذ S أو X. في هذه الحالة تأخذ S، هي في الغالب تأخذ S و X تأخذها في بعض الحالات، سنرى بعضا منها في هذا الدرس. إذا تقريبا جميع الأسماء تأخذ S، لكن X بعض الحالات تأخذ X، بعض الأسماء تأخذ X، لديها قاعدة محددة. في هذا الدرس سوف ندرس حالة من الحالات. إذن la culture الثقافة. Donc ce nom aussi est précédé de l'article la qui est un article défini féminin. Si on veut le transformer au pluriel كما قلنا هنا la il devient les. لذلك la سوف تكتب les. نفس الشيء culture سنضيف لها في الأخير la marque du pluriel يعني S culture. Une école قلنا أن une lorsqu'on veut la transformer au pluriel comment il va devenir. Regardez ici il devient cet article devient des. Donc des écoles. Et bien sûr, on va ajouter le S du pluriel, la marque du pluriel qui est le S. Un dromadaire. Donc, هذا الاسم مسبوق ب 1. Il est précédé de 1, يعني l'article indéfini 1 qui désigne
le masculin. Donc, si on veut le transformer au pluriel, عندما نريد تحويله أو تحويله إلى الجمع، سأكتب des dromadaires. سنضيف la marque du pluriel في الأخير التي هي S. هنا عندما نتكلم عن le pluriel، يعني عندما أتكلم عن le pluriel هنا أقصد بها le nombre، يعني ليس le genre، لأن الدرس الذي ندرسه هو le genre et le nombre. إذن le genre، عندما أقول le genre أقصد بها le masculin ou bien le féminin. أما عندما أقول le nombre أقصد بها le pluriel، الجمع، أو le singulier، يعني المفرد. إذن نفس التمرين، je mets au singulier، لكن هذه المرة العكس، يعني سأضع هذه الأسماء التي ترونها الآن هي au pluriel، هي في الجمع، ونحن سنحولها إلى المفرد le singulier. Donc les élèves، التلاميذ، les élèves. Donc ce mot, comme vous voyez, il se termine par s، يعني ينتهي ب s، ويبدأ ب l'article défini les. ماذا قلنا عن l'article défini les؟ إذن هو لا نميز به بين التذكير والتأنيث، يعني هو جمع لي le وأيضا لي la. هنا un élève مذكر، وأيضا يمكن أن أقول un élève مؤنث. إذن كلا الجوابين صحيح، يعني إذا قلت un élève أو un élève الجوابان صحيحان. un élève، un élève. Bien sûr on supprime ici، regardez، j'ai pas écrit le s، لم أكتب le s، لأن هذا أو سينغولييه، قلنا أن لو سينغولييه لا يكتب ب إس على فان. أيضا لي سبيكتاتور، المشاهدون، لي سبيكتاتور، هذا الاسم هو أو بلوريال في الجمع. إذا أردت أن أحوله أو سينغولييه ماذا سأقول؟ لو سبيكتاتور. الأسماء التي تنتهي هنا، لاحظوا معي هنا، هذا الاسم ينتهي ب اور. الاسماء التي تنتهي ب اور هي اسماء مذكره، هي اسماء ماسكولين، لذلك ساكتب لو سبيكتاتور، لو سبيكتاتور، المشاهد. هنا دي شانتوز، دي شانتوز، دي سيت ان ارتيكل défini، قلنا أنه indéfini، pardon، indéfini، c'est un article indéfini. قلنا أن المفرد، يعني مفرد هذا الارتيكل هو un أو une. هنا نفس الشيء، لاحظوا معي، ينتهي أو تنتهي هذه الكلمة ب -eux. إذن الكلمات التي تنتهي ب -eux في المذكر، عندما أريد تحويلها إلى المؤنث أقول -eux، يعني تنتهي ب -eux. مثلا مذكر هذه الكلمة هو شانتور، شانتور، إذا كانت تنتهي أو ماسكولين ب أور، وعند تحويلها لي لو فيمينان تصبح أوز. هذا يعني أن هذه الكلمة فيمينان، نقول أون شانتوز، أون، أون شانتوز. إذن هنا أيضا des invités، des invités. Donc des c'est un article indéfini، يعوض un و une في المفرد. invité هنا لاحظوا أنها تنتهي ب e accent، إذن c'est un nom masculin، يعني مفرد، لأن أغلبية الأسماء التي تنتهي ب e accent تكون
او ماسكولان، المذكر ليس المفرد، المذكر ماسكولان المذكر. اذا اردت ان تكون فيمينا تنتهي ب او اكسون او. الاسماء التي تنتهي ب او اكسون او في غالبيتها تكون او فيمينا، داكوغ؟ دونك دي انفيتي، الضيوف مفردها ان انفيتي، ان انفيتي. ان انفيتي طبعا هنا لا اكتب لا مارك دو بلوريال التي هي اس، ازيلها لان قلنا لو سانغولي لا نكتب فيه لو اس، لو اس فقط تكتب مع لو بلوريال. هنا لي ميوزيسيان، الموسيقيون، لي ميوزيسيان تنتهي بيا نفس الشيء. في هذا الدرس هناك قواعد كثيره. دونك الاسماء التي تنتهي ايضا بيا تكون اسماء مذكره، لذلك لي ميوزيسيان، لي ميوزيسيان هذا سي ان نو ماسكولين، لذلك ساكتب لو ميوزيسيان. Je m'évalue, يعني أقوم مكتسباتي. Je coche la bonne réponse، يعني أضع علامة في الجواب الصحيح. هنا بعض الكلمات، يعني كما ترون هي مختلطة متنوعة، يعني في المفرد في الجمع. وهذا جدول يحددنا فيه le singulier المفرد، وهنا le pluriel يعني لو نومبر دو نو، يعني لو نومبر. هنا سنحدد لو نومبر، هل هو او سينغولي مفرد او هو او بلوريال الجمع. اول شيء عندما احدد هل هو او سينغولي او او بلوريال، ساعتها يمكنني ان اعرف او احدد هل هو او ماسكولان او او فيمينان، هل هو في المذكر او في المؤنث. لا ميم شوز بور بلوريال، نفس الشيء بالنسبة لي لو بلوريال. عندما أعرف إن كان أو بلوريال سأحدد بعدها إن كان ماسكولان مذكر أو فيمينان مؤنث. ما هي القاعدة هدى نهى؟ ما هي القاعدة التي تحول لي في الجمع؟ لم أكمل قراءة، اختفت. دونك ماذا قلنا؟ لو فيستيفال، لاحظوا معي لو فيستيفال، لو فيستيفال قلنا المهرجان. اذا لو فيستيفال يبدا ب لو، اذا لو ما هي القاعده التي تحول لي في الجمع الى ان او اون في المفرد؟ لا قلت لكم ان لا لي، ريغاردي هنا، يعني انتبهوا معي الى هنا. قلنا ان لي هذه يا اما عند المفرد تكون لو أو لا، ليس أن أو أون، أنا لم أقل أن أو أون. التي تحول إلى دي هي أن أو أون، ها هي هنا كتبتها هنا، أن عند في المفرد تحول للجمع تصبح دي، أون أيضا إذا أردت تحويلها للجمع أقول دي، أن وأون تصبح دي في الجمع. أما لي ففقط لو ولا وإلا بوستروف بيان سور، لأن الأبوستروف هي في الأصل لو أو لا، يعني لا يمكن لدي أن تكون لو أو لا، دي فقط ل أن أو أون. داكوغ، أتمنى أن يكون الأمر واضحا. إذا هنا نعود إلى التمرين. قلنا لو فيستيفال، لو فيستيفال هذا أن نو، إذا لا ينتهي، لاحظوا لا ينتهي ب اس، دونك سي ان نو او سينغولي، يعني في المفرد. إذا أول شيء نحدد لو نومبر، إذا هو او سينغولي في المفرد. ثم بعد ذلك بما أنني حددت لو نومبر يعني لو سينغولي، سوف أرى إن كان ماسكولا أو فيمينا. ما الذي يساعدني على معرفة إن كان ماسكولا أو فيمينا؟ يساعدني لارتيكل، سواء كان ارتيكل ديفيني او ان ديفيني. اذا اعود لي لارتيكل الان، لارتيكل هنا هو لو. بما ان لو يستعمل مع
المذكر لو ماسكولان يعني درسنا هذا في درس سابق. إذن je vais cocher cette case يعني du masculin, la case du masculin. الآن la place المكان la place لا تنتهي ب s إذن هي singulier c'est un nom singulier مفرد. سأعود لي لارتيكل لا لا تستعمل مع le féminin المؤنث لذلك ça je vais cocher la case du féminin. Un comédien comédie un comédien لاحظوا معي لا ينتهي ب s إذن c'est un nom au singulier في المفرد. الآن سأحدد إن كان masculin أو féminin. إذن قلنا ما الذي يساعدني على معرفة إن كان masculin أو féminin هو الارتيكل. الارتيكل هنا لا الارتيكل هنا أن إذن أن تستعمل مع le masculin. لذلك je vais cocher masculin. des étriers les étriers شرحناها في درس سابق قلنا هو ركاب السرج يعني المكان الذي يضع فيه الفارس رجله لكي يصعد الحصان. donc des étriers هذه الكلمه تنتهي ب s بما انها تنتهي ب s ولا مارك اصلا de de comment dire la marque du pluriel c'est le s bien sûr ici l'article aussi est au pluriel. Donc c'est un nom qui est au pluriel et non pas au singulier. Donc ce n'est pas le singulier, يعني ليس في المفرد بل هو au pluriel في الجمع. الآن بما أنني عرفت أنه في الجمع يبقى لي أن أحدد إن كان masculin أو féminin. D'accord? Donc ما الذي سيساعدني على معرفة إن كان masculin أو féminin؟ قلنا لارتيكل. لكن هنا لاحظوا معي لارتيكل هو دي. وقلنا أن دي تستعمل لي لو ماسكولان و لو فيمينان. إذن كيف لي أن أعرف إن كان ماسكولان أو فيمينان؟ أنا لا أتكلم عن الأشخاص الذين يعرفون الفرنسية ويعرفون كيف يميزون بين ذلك لأن تعودوا على سماع كلمات مختلفة. ويعني شخص يعرف الفرنسية ويفهم الفرنسية ليس كشخص لا يفهم الفرنسية. مثلا إذا أخذنا طفل لا يفهم الفرنسية وقلنا له هل هذه الكلمة هل هي مذكر أو مؤنث؟ صدقوني لن يعرف. لماذا لن يعرف؟ لأنه لا يفهم بعض الأشياء التي تمكنه من معرفة ذلك. إذا لاحظوا معي كيف لي أن أعرف إن كان هذا الاسم هل هو masculin أو féminin؟ سأكون يعني سأكذب عليكم إن قلت لكم هناك قاعدة محددة دقيقة تمكنكم كالسحر معرفة إن كان masculin أو féminin. فقط سأعطيكم des astuces يعني بعض الحيل تساعدكم. مثلا هنا des étriers لاحظوا معي des étriers ينتهي في الأخير ب ي. إذن الأسماء التي تنتهي ب ي تكون أو masculin. وإذا مثلا أردت يعني ليست في هذه الحالة ولكن إذا كان الاسم ينتهي في الأخير بأ يغ بأ هنا يكون الاسم أو فيمينا. يعني في أغلب الأحيان ليس دائما الاسم الذي ينتهي بأ يكون أو فيمينا في المؤنث. أقول وأعيد دائما ليس دائما هناك بعض الأسماء لا تنتهي بأ ومع ذلك هي أو فيمينا. لكن على الأقل هذه القاعدة ستساعدكم كثيرا في معرفة أغلبية الأسماء. الاسم الذي ينتهي ب أ هو اسم فيمينان نو فيمينان يعني اسم مؤنث. إذن هنا لا ينتهي ب أ عندما أقول لا ينتهي يعني هنا أزيل لو اس لا مارك دو بلوريال لأن لو اس نعلم أنها فقط أما اون مارك دو بلوريال يعني هي فقط علامة للجمع. هنا أزيل علامة الجمع وأتكلم عن أغ. إذن إذا كانت عوض أغ إليا أن أ إذا كان هنا عوض أغ إليا أن أ يعني هذه الكلمة ستكون مؤنثة. الآن بما أنها لا توجد أ إذن هذه كلمة مذكرة يعني masculin c'est un nom masculin. أتمنى أن يكون الأمر واضح. donc des étriers c'est un nom masculin سأكتب هنا بما أن دي تعوض أن au singulier
دونك سأكتب ان اتخيي، هنا اون ارتيست، اون ارتيست. لاحظوا لا تنتهي ب اس، اذن سيت ان نو سينغولير، لو سينغولير. عرفت الان لو نومبر، سوف اعرف، سوف اتعرف على لو جونغ، يعني هل هو ماسكولان او فيمينان، هل هو مذكر او مؤنث. قلنا لمعرفه لو نو لو جونغ ماذا انتبه الى لارتيكل، يعني يجب ملاحظه لارتيكل. دونك هنا لارتيكل هو اون، وقلنا ان اون سيت ان ارتيكل انديفيني كي يطو فيمينان في التانيث، يستعمل للتانيث، لذلك اون فاكوشي لا كاس دو فيمينان. لي سيريموني، لي سيريموني، اذا هذه الكلمه هي او بلوريال لانها تنتهي ب اس، اذا اول شيء احدد هو لو نومبر، دونك او بلوريال. الان سوف احدد ان كانت ماسكولان او فيمينا، كما قلت لكم لاستيوس الذي سنتبعه، سنذهب الى اخر الكلمه التي قبل اس بيان سور، لان اس سولمون سي لا مارك دو بلوريال. دونك هذه هذا الحرف هو او، وقلنا ان الكلمات التي تنتهي ب او خصوصا التي تنتهي ب اي او هي كلمات مؤنثة، لذلك سنكتب تأنيت لي. ما هو تأنيت لي؟ هو لا. إذن أصل الكلمة هو لا سيريموني. Je vais cocher féminin pluriel. Féminin pluriel. La cérémonie. أصل الكلمة كانت في المفرد هي la cérémonie. الآن les escaliers. السلالم. Donc les escaliers, لاحظوا معي تنتهي ب s، donc c'est un nom qui est au pluriel، يعني في الجمع. يبقى لي ان احدد ان كان او masculin او او féminin. لاحظوا سنستعمل القاعده التي قلت لكم، اذا r هنا يعني لا تنتهي ب e، اذا c'est un nom qui est au masculin، لذلك je vais cocher cette case. الآن وصلنا، شكرا لكم على التعليقات. الآن وصلنا إلى التمرين الأخير، جو كونسوليد ميزاكي، يعني جو كونسوليد ميزاكي. جو كونسوليد، أدعم مكتسباتي. دونك جانديك لو جونغ اي نومبر دو شاك نون، يعني سوف أحدد، أبين نوع لو جونغ، نوع اي نومبر. ماذا قلت لكم؟ قلت لكم بمجرد أن أسمع لو جونغ يذهب تفكيري إلى ماذا؟ إلى هل هو ماسكولان أو هل هو فيمينا، هل هو مذكر أو مؤنث، ماسكولان أو فيمينا. إذا سمعت نومبر فيذهب تفكيري إلى ماذا؟ إلى هل هو أو سينغولييه أو أو بلوريال، يعني هل هو في المفرد أو في الجمع. إذن لاحظوا معي هنا، سنبدأ بالكلمة الأولى أن سونتر، مركز. إذن أن سونتر أول شيء لا ينتهي ب أس، إذن سي أن نو سينغولييه، داكوغ، يعني لو نومبر هو سينغولييه. ثاني شيء سوف أنظر إلى لارتيكل، الارتيكل الذي يبدأ به هو ان، ان قلنا انه يستعمل للو ماسكولان، لذلك هذا الاسم هو ماسكولان سينغولييه، ماسكولان سينغولييه، يعني ماذا؟ يعني مذكر مفرد. داكوغ، دائما في الفرنسية نسبق الكلمة ماسكولان على سينغولي، لا نقول سينغولي ماسكولان ولكن نقول ماسكولان سينغولي. دائما لو جونغ هو الأول ثم لو نومبر، ثم لو نومبر. الكلمة الموالية لافيت، لافيت، إذا تنتهي بإس ومعها لارتيكل دو بلوريال بيان سور،
إذن هذه الكلمة il est au pluriel يعني le genre le nombre le nombre عفوا le nombre est au pluriel. الآن يجب أن أعرف le genre يعني هل هي masculin أو féminin. أظن أنكم بدأتم تفهمون. إذا كانت الكلمة تنتهي ب e إذن فهي au féminin. Donc هذه الكلمة هي féminin. C'est un nom féminin. Féminin singulier. Pluriel. 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 لأن تنتهي ب s التي هي la marque du pluriel. الآن une salle. إذن قلنا أن une salle لا تنتهي ب s. Donc c'est un nom singulier. ما معنى singulier يعني سجلي live إن شاء الله سوف أتركه مسجلا. Une salle إذن لا تنتهي ب s إذن هو un nom singulier. لذلك قلنا أنه هنا singulier كتبتها في ثانية لأن قلنا أن نبدأ دائما ب le nombre ثم بعده le genre. عفوا نبدأ ب le genre ثم بعده le nombre. Donc une salle une نستعملها ل le féminin لذلك سأكتب هنا féminin وسأقرأ féminin singulier مؤنث مفرد. أظن في العربية نقول المفرد المؤنث مفرد المؤنث لست متأكدة من ذلك. أقول مفرد مؤنث مذكر جمع مذكر جمع نو جمع مذكر يعني نبدأ دائما ب لو نومبر وبعده يأتي لو جونغ ولكن في الفرنسية العكس يعني نبدأ ب لو جونغ وبعده يأتي لو نومبر. الآن لا سواغي. لا سواغي هذه كلمة أو سينغولي طبعا لأنها لا تنتهي لا ب اس ولا ب ولا ب اكس. ظننت أننا سندرس هنا S و X لأنني قلت لكم سنرى متى تأخذ الكلمة X لكن أظن أنه ليس هذا الدرس. هناك درس آخر je crois c'est la leçon d'orthographe je suis pas sûre. Donc في درس لاحق إن شاء الله سوف أقدم لكم الدرس الذي تتعرفون به على متى تكتبون S ومتى تكتبون X في هذه الوحدة. أظن أنه يوجد في هذه الوحدة. إذن كنا هنا كنا لسواغي كنا لسواغي لا تنتهي ب S إذن ستنو أو سنجولي يعني لنمبر دائما نبدأ ب لنمبر هو الأول ستنو أو سنجولي. وبعدما نعرف إن كان سنجولي أو بلوريال بعدها أحدد هل هو فمينة أو مسكولا يعني لجنر. دونك لا تبدأ الذي يساعدني وكررها الذي يساعدني على معرفة إن كان فمينة أو مسكولا هو الارتيكل يعني هذا الارتيكل هو الذي يساعدني على معرفة إن كان فمينة أو مسكولا. دونك لا درسنا في درس سابق عندما قرأنا les articles définis و indéfinis قلنا أن لا يستعمل للتأنيث. دونك فمينة إذن هذا الاسم Ce nom est un nom féminin singulier. Des écrivains. Des écrivains. أول شيء. Des écrivains. أول شيء ينتهي ب S. Donc c'est un nom qui est au pluriel. Au pluriel. شكرا على التعليقات. صراحة أقرأها بسرعة. Des écrivains. لاحظوا معي حتى لا أفقد الخط كما يقولون. Des écrivains, donc قلنا أن c'est un nom au pluriel لأنه ينتهي ب S, la marque du pluriel qui est un S. وأيضا لكي أعرف إن كان féminin أو masculin بما أن لا يوجد هنا un أو une, إذن سأرجع إلى آخر الكلمة. هنا لا توجد E, إذن c'est un nom qui est au masculin. Donc masculin pluriel. Masculin pluriel. L'enfant. L'enfant هنا لا ينتهي ب S donc c'est un nom qui est au singulier مفرد au singulier مفرد. و قلنا لكي نعرف أن le genre يعني هل هو au féminin ou bien au masculin نعود إلى l'article. L'article هنا هو L apostrophe
لا يبين لي إن كان ماسكولان أو فيمينا، لأننا نعلم أن لو تقال للو ماسكولان ولا تستعمل للو فيمينا، الابوستروف تستعمل لهما معا، يعني إذا كان لو يمكن أن يصبح الابوستروف، وإذا كان لا يمكن أن يصبح الابوستروف. عندما لا أعرف ب يعني الارتيكل لا يمكنني من معرفة إن كان ماسكولان أو فيمينا، أعود إلى آخر الكلمة. دونك آخر الكلمة هنا لا توجد أو، دونك سيت ان نو كي او ماسكولان مذكر. الان لي فيزيتور، الزوار، لي فيزيتور دونك il se termine par s، donc c'est un nom qui est au pluriel، le pluriel، الجمع. Maintenant pour savoir le genre، c'est-à-dire si il est au masculin ou bien au féminin، يعني هل هو في المذكر او في المؤنث، اعود الى الارتيكل. هنا الارتيكل لا يساعدني على معرفة ان كان فيمينا او ان كان فيمينا او ماسكولين، دونك اعود الى اخر الكلمة تنتهي ب ار ليست ب او، اذا c'est un nom qui est au masculin. دونك ماسكولان بلوريال مذكر جمع. لو كونتور الراوي، لو كونتور لا ينتهي ب اس، دونك سي ان نون كي تو سينغولي في المفرد. نعود الى لارتيكل لمعرفة لو جونغ، هل هو فيمينان او ماسكولان. لو نستعمله للتذكير، لو ماسكولان، دونك سي ان نون كي تو ماسكولان، masculin. Eden, le compteur هو un nom masculin singulier. انتهى الدرس، أتمنى أن يكون واضحا. لا تنسوني من صالح الدعاء، فأنا فعلا أحتاج لدعائكم كثيرا. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في درس لاحق إن شاء الله.